حسن، انت في تانية ثالثة ثانوي؟ اه. قول لي الى اي مدى بالذات بعد مشاركتك في الحملة دي، وان انت اراديا بتدرك وبتدور على الفروقات والخلفية العلمية لاي اضطراب نفسي. الموضوع مش بالبساطة او السطحية اللي الناس متخيلاها، اللي هو ده ما بياكلش عنده اكتئاب، ده مش عارف ايه عنده اكتئاب، مش عارف ايه عنده اكتئاب. هو شال الاكتئاب يعني، هو في منه برضه درجات، في ميجر ديبريشن وفي برضه الابيسودك. الابيسودك ده اللي برضه ممكن ناس كتير تعدي بيه، اللي هو المرحله اللي مثلا يومين ثلاثه عنده كذا، وده برضه ساعات بيكون ناتج من ضغوطات. وفي فرق كمان، في مزاج اكتئابي وفي مرض الاكتئاب. بالظبط. في الكيمياء اللي في المخ محتاجه ميديكيشن، محتاجه علاج، وفي مزاج، في واحد متضايق سمع خبر. في فرق ما بين المرض وما بين المزاج. من اهم الحاجات معلش ان الناس ما تشخصش نفسها. ايوه يعني انا ما اصحاش من النوم اقول انا مريت بكذا كذا بقالي اسبوع فانا عندي كذا، فانا ما فيش حد عنده المعلومات الكافيه ان هو يشخص نفسه. وده كان خوفنا على فكره في الحمله، كنت لسه كنا قلقانين قوي ان الناس تشخص نفسها، وجالنا مسجز وجالنا كومنتس ايه ده احنا عندنا المرض ده، ايه ده احنا كلنا مرضى نفسيين. بالزبط. ده مش صح يا جماعه، دي حمله توعيه، اللي هو انت لو حاسس ان عندك حاجه روح لدكتور. دكتور مش احنا اللي هنقولها. بالظبط، مش احنا اللي هنقدر، مش انت اللي هتقول على فكره. يعني احنا بيبعت لنا يقول لنا طب انا هقول لكم اللي انا بحس بيه وقولوا لي انا عندي ايه. انا مش هقدر اخبرك، احنا مش دكاتره. اصل اعراض كتير كمان، فالواحد مش هيقدر يشخص نفسه. اصل ممكن اعرف عرضين يطلع نفس العرضين دول موجودين في المرض ده وفي الاضطراب ده وفي الاضطراب ده. لا ده هقول لك اي حد تلاقيه مثلا ايه الصبح كان مبسوط وبعد الظهر بقى متضايق، يقول لك باي بولر. مؤثر باي بولر ده لازم هو شخص يعني ده مرض خطير وكبير، لا ينفع نهزر فيه ولا نوهم نفسنا بيه ولا ان احنا ناخده كده. لا ده مرض، وده ينطبق على حاجات كتيره جدا يعني. فانا يهمني جدا انه في الحمله انتم مدركين انه الناس مش المفروض تتوهم كمان. طبعا. واهم حاجه اللي يحس باي اعراض مش مجرد وهم، لا انت لو في اعراض موجوده ومتكرره على فترات طويله، لا انت الاصح انك تروح في اخر المتخصص لطبيب معالج، هو اللي يشخصك وهو اللي يقرر ده عندك ده هل هو اضطراب حقيقي ولا مجرد وهم او مشكله عابره. او مشكله هتعدي وهتروح. ضغوطات. لان هو 1% من الناس هي اللي عندها في اخر اضطرابات نفسيه، الباقي هو عنده حالات ايه فترات صغيره بالساعات او الايام وبتروح. اللي عنده حالات على فترات طويله هي يمكن نسبه 1% من الناس. فما يتوهمش يعني. يا جماعه احنا عايزين توعيه عشان اهالينا مش فاهمانا. فاحنا اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نزود الوعي باكتر قدر ممكن. ايوه في ناس بتكتب كومنتس اللي هو انا عندي المرض وايم دايجنوز او انا مشخصه، بس انا مش مشكلتي المرض، انا مشكلتي ان محدش فاهمني او محدش مصدقني. طب نعمل ايه؟ انا نفسي ان احنا نتعاقد مع حد، او مش نتعاقد بس حد يوفر مساعده للناس. مش لازم تبقى فلوس كتير. التوعيه في حد ذاتها خطوه مهمه لاي حد عنده مشكله. كل الناس يعني انها ناس كون الناس انها تعرف انه في مرض اضطراب بالاسم ده، غالبا كده احنا قطعنا شوط كبير. على الاقل الناس عندها درايه انه في اضطراب بالاسم ده. انا فاكره انه هزار او ما كنتش اعرف بقى كل الحاجات. يعني انا اللي انا عملته اللي هو السيلف هارم او ايذاء النفس ده، ما كنتش اعرف ان هي حاجه موجوده بجد. بشوفه مثلا في فيلم مثلا بره مره، ما اعرفش ان دي حاجه موجوده. عرفت ايه عن ايذاء النفس؟ ملكة مخدوده قوي اليوم ده. انا قعدت مع ميشا قبل ما اعمله يعني واحنا بنصور، قلت لها احكي لي عشان اعرف. قالت لي بيكون حد مثلا موجوع قوي من جوه، صح؟ فبيكون عاوز يحس يطلع الوجع ده، فبيطلعه على هيئه وجع، بيطلعه عشان يطلع الوجع من جواه، يطلعه في جسمه يحس بيه. وساعات اللي هو بيحسسه انا لسه عايش، انا ما متش من كتر الوجع اللي جوايا، انا عايش. فبيوجع، فبيعور نفسه. ممكن يعمل كذا، ممكن يكسر حاجات حواليه، ممكن يمسك ازاز يعور نفسه او لا يعني بيعمل حاجات كتير. هو مش قاصد ان هو يعور نفسه على قد ما هو حاسس ان هو ده الصح. فانا قعدت معاها كلام، قلت لها ايه في ممكن كده بجد. حاجه من الحاجات كمان اللي الناس بقت بتستخدمها كتير ومش عارفه تفاصيلها الحقيقيه، فكره البانيك اتاك. انا عندي بانيك اتاك، صح؟ وهو مش فاهم قد ايه الحقيقي عنده نوبات هلع. قد ايه في اوقات من حياته بتبقى صعبه جدا. ممكن اقول حاجه شخصيه. انا اول مره جات لي بانيك اتاك مش هنساها، ضربات قلبي سرعت قوي، الدنيا لفت بيا، جسمي كله عرق ونمل وكان بيترعش. ماما اول حاجه عملوها اخدوني على مستشفى
عشان يهدي ضربات القلب، ومن كتر ما الدكتور مش عارف يهديها ابتدى يهديها هو بصباعه من نيرف هنا في رقبتي، وانا مش فاهمه ده ايه. قعدنا بقى فتره في الليله دي اكو ومش عارف ايه القلب المخ انا مش فاهمه ده ايه. والدكاتره يقول لي انت كويسه يا جماعه، انت اكيد فيك حاجه غلط معانا، حاسه اني تعبانه، انا مش كويسه. اول مره جات لك كان ايه الموقف؟ اول مره جات لي كنا في الكنيسه في العيد وكان زحمه جدا واحنا واقفين كشافه، فتعبت فابتدى يقول لي ميشا انت وشك اصفر اطلعي. قلت لهم لا لا انا تمام بس خلاص. فجاه بقى لقيت نفسي توترت تمام بس حاجه اقرب لطلوع الروح بالظبط، ابعد الشر طبعا على السماء. لا هي بتبقى كانها حاجه كانك جايلك سكته قلبيه، بتحسس السكته القلبيه والناس بتستهون بيها. حد متوتر شويه يقول لي يا لهوي انا هيجي لي بانيك اتاك. لا انت مش هيجي لك بانيك اتاك، انت لو اتنفست وهديت وشربت ميه مش هيجي لك بانيك اتاك. بس بانيك اتاك حاجه كبيره وناس مش بتشخص بسهوله. بس فده البانيك اتاك هو. كان نور الزاهد عملتها معانا، اخت فرح الصغيره عملت معانا البانيك اتاك. طيب لازم يبقى في تشخيص من طبيب، مش كل واحد قاعد في السرير وماسك الموبايل يقول انا عندي كذا او ما عنديش كذا. انا عندي اكتئاب مش قادر. وهي دي أهمية الدقة مع الأمراض النفسية، ما هياش هزار لا ما بيننا وبين نفسنا ولا ما بيننا وما بين أصحابنا.